كيف يتم حساب الزكاة؟ لحساب زكاتك قم بجمع قيمة أموالك النقدية ومدخراتك وأصول رأس مالك وعقاراتك في حال لم تكن موجهة للاستعمال الشخصي، ومستحقاتك ذهبك وفضتك ومداخلك الأخرى، ثم قم بخصم الديون والضرائب الواجب دفعها. إذا بلغ المجموع قيمة النصاب يتم إخراج 2.5% من الإجمالي. المبلغ الناتج هو الزكاة الواجب إخراجها.